تحية طيبة لكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، على الخير والمحبة. نلتقيكم مرة أخرى في برنامج المقصورة اللي يبث عبر العراقية الرياضية ساعة 11 في أيام شهر رمضان المباركة. أحبتي المشاهدين، كالمعتاد البداية راح تكون مع الزميل عدي حاتم. نعم عدي، تفضل. مساء الخير، رمضان كريم. هو مهم بل إنه أهم النشاطات، وهو أم لكل المسابقات. دوري الكرة يشبه تماما المرآة، يعكس التقدم والتطورات. تتبارى الأندية فتصنع لاعبين للمنتخبات، لكنه ليس ككل الدوريات، له بداية فيما نجهل النهايات. مبارياته بلا لمحات تخلو من الفن والنكهات، ودائما ما تنتابه التأجيلات وتوضع العصا في دواليب الجولات. دوري الكرة دورينا شاق وطويل، بلا كراس أو دليل. يعزف الجمهور عن الحضور بينما على الملاعب الكرة تدور. لا يحضر إلا في المباريات الجماهيرية بعض المشجعين والمشجعات. لدينا محترفين لكنهم محترقين، النادر منهم ليس أفضل من المحليين. كيف ننافس على الساحة الآسيوية ودورينا ما زال بلا هوية؟ يبدأ بفصل الصيف ويستنشق هواء الربيع اللطيف، وله وقفة أيضا في الخريف، وبعد عناء ننتظر انتهاءه في الشتاء. هكذا نتحدث عن دوري الكرة الممتاز، مع الاحترام لكل الأندية وإداراتها ومدربيها ولاعبيها، لكننا نحتاج لأن نرتقي بالأداء على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، وأيضا يجب أن نرتقي بمستوى الأفكار التدريبية للمدربين. نحترم كل القدرات والإمكانيات، لكنه واقع الحال، يجب أن نرتقي بأسلوب اللعب. يجب أن نبتعد عندما يلتقي فريقا أقل مستوى من الفرق الجماهيرية إلى التكتلات الدفاعية. الدوري هو المباريات المهمة، هو الحالة التي تعكس مدى التطور في كرة القدم. عندما يكون لديك دوريا قويا ستحصل على منتخب قوي يمكن أن يوضع اسمه في خانات التفوق. لذلك الدوري هو الأهم، وعلينا أن ندرس ونشخص ونضع الحلول دون الاقتراب من النقاشات الحادة والجدليات التي لا تعود إلا بالانعكاسات السلبية. والأهم من هذا كله، يجب أن يمر الدوري بالاستقرار التدريبي لكل الأندية. تغيير المدربين ودورانهم في حلقات الدوري إنما يبعثر ويشتت الأفكار التدريبية، وتتيه على اللاعبين مدى استيعابهم لأفكار المدربين. شكرا هشام، أضع المحور أمامك هشام لتناقشه مع ضيوفك الكرام. إذن نرجع مرة ثانية للحديث عن المحور، وقبل لا نتحدث عن محور حلقتنا لهذا اليوم وإحنا نعيش أيام شهر رمضان المبارك، لابد أن نتحدث عن موضوع مهم، موضوع الاستذكار. الاستذكار لرموزنا الرياضية، رموزنا اللي خدموا بلدنا، اللي خدموا فانيلة منتخباتهم الوطنية، اللي شاركوا ببلدهم في المحافل الدولية. نتحدث عن هؤلاء الرموز، ومن بينهم نتحدث عن بلاتين العرب، ناطق هاشم. ومن لا يعرف ناطق هاشم، وصلت لنا مناشدة إلى القناة الرياضية وإلى السيد مدير القناة الرياضية الأستاذ حليم سلمان. عائلة المرحوم ناطق هاشم تناشد المعنيين، تناشد المسؤولين بيد أو بمد يد العون إلى هذه العائلة. وأنا أتمنى أنه هذا الصوت يوصل إلى كل عراقي غيور وشريف، ولا بد أن يصل هذا الصوت وتصل هذه المناشدة للجميع. ومتأكد أنه هذا الصوت راح يوصل، لأن العراقيين أبد ما ينسون
رموزهم، لا أبد، ما ينسون رموزهم اللي خدموا بلدهم وخدموا منتخباتهم الوطنية. نتحدث عن رموزنا الرياضية، ومتأكد أنه هذه المناشدة راح توصل بالتأكيد. نبدأ بالمحور وبالترحيب مع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ورحب بالنجم الدولي السابق الكابتن ليث حسين. رمضان كريم عليك. رمضان عليك خشام وعلى مشاهدي قناة العراقية الرياضية. ورحب أيضا باللاعب الدولي السابق الكابتن غيث عبد الغني، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم عليك. ورمضان مبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام إن شاء الله. ورحب أيضا بالمدرب الكروي الكابتن أحمد خلف، رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى كل العراقيين، وإن شاء الله شهر خير وبركة وطاعة، وفرصة جميلة أنه شفنا أخواننا اللاعبين الكابتن ليث الكابتن عادل كل الأخوان، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. رمضان كريم عليك كابتن عادل. شهر رمضان مبارك عليك أستاذ هشام، على الكباتن الأعزاء وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى العراقيين بصورة خاصة. الآن يعني هو أكيد الكل يتابع فريق الزوراء، وهو يخوض واحدة من مباريات دوري أبطال آسيا أمام ذوبان أصفهان الإيراني، ولحد الآن الفريق متقدم بهدفين لهدف. كل التوفيق لفريق الزوراء. احنا اليوم نتحدث عن وضع الأندية، وضع الأندية اللي تعكس نتحدث عن الدوري، وضع الأندية بالدوري اللي تعكس صورة الأندية في المحافل الدولية أو صورة المنتخبات بالمحافل الدولية. دورينا، هل باستطاعة دورينا أن ينجب أندية ومنتخبات قادرة أن تنافس الفرق الكبيرة الموجودة في آسيا على أقل تقدير؟ نتحدث عن اليابان، نتحدث عن كوريا الجنوبية، عن إيران، عن السعودية. الآن نبدأ من دورينا اللي الكل يقول هو الأساس، مع العلم أنه أنا سامع كثير من المدربين الكبار يتحدثون بأنه دورينا ليس بالمستوى الذي يؤهل أنديتنا للعب في دوريات كبيرة في آسيا، أو حتى منتخباتنا عندما تلعب في بطولة كأس آسيا أو في تصفيات كأس العالم. هذا المحور راح نتحدث به بالتفصيل مع ضيوف حلقتنا، وللكابتن ليث كلمة بهذا الموضوع. دورينا يستطيع أن ينجب أندية وينجب منتخبات تقدر تنافس الأندية الكبيرة في آسيا أو حتى المنتخبات الكبيرة في نفس القارة. احنا نتحدث عن القارة الآسيوية حاليا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أحييك وأحيي الشعب العراقي بحلول شهر الطاعة والغفران، رمضان مبارك، وأحيي الإخوان الكبات الموجودين بالاستديو وأيضا مشاهدي قناة العراقية الرياضية. طبعا أخي هشام، إحنا يجب أن نتكلم وفق آلية، وفق أمور يجب أن تشخص للعمل ووضع الدوري على السكة الصحيحة. يجب أن يكون هناك استثمار حقيقي من قبل الأندية، يجب أن يكون هناك دعم حكومي للأندية ككل وبدون استثناء، لا مؤسساتي ولا فريق أهلي ولا الفرق جماهيرية أو فرق ما عندها جماهير. فأعتقد أن اليوم إذا تكون هناك وقفة حقيقية من الحكومة، وضع عالية ووضع قانون للأندية، سيكون هناك دوري قوي، دوري مثل السابق. النجوم كلها تريد تقدم، تريد تشتهر في سبيل أنه تروح المنتخبات الوطنية. كابتن يا أسف للمقاطعة، يعني قبل وين كان أكو استثمار؟ أكو استثمار كان؟ يعني هو هسه حقول لك، احنا هسه يسال المتابع يقول شنو علاقه الاستثمار؟ لا بس دقيقة، بالجانب الفني خل اقول لك شنو اللي كان موجود. شنو اللي كان موجود في السابق؟ كان هناك ريع للجماهير وكل الانديه اللي تلعب. يعني مثلا الزوراء يلعب مثلا مع الحدود، خلينا نقول الريع مال الجمهور حيروح 40% ثلث الى هذا النادي وثلث لهذا النادي، و20% يروح لخزينه الاتحاد او اللجنه الاولمبيه. فهنا حيصير عندك نوع من يعني من السيوله الماليه انه تتحرك بيها. هذا اللي كان. والجمهور ترى بوقتها واغلب الناس كانت ابسط من هذا، لا اكو عقود، لا اكو رواتب قويه،
كل الاخوان الكباتن الوياي لاعبين منتخبات وطنيه، حتى في المنتخب الوطني ما كنا ناخذ رواتب، الان اصبحت الماده ضروريه لهاله العقود وهاله الرواتب الموجوده. اذا كان اللاعب ماديا الان افضل بكثير، اصلا ما له مقارنه بينكم وبين، ولهذا السبب اعتقد انه اللاعب الحالي صح له. بالفعل الاخوان كل يأيدون على هذا الاساس، يعني احنا كنا همنا الاول والاخير انه احنا شلون نبرز بانديتنا، ده نروح منتخب وطني ده نشتهر للشهره وليس للمال. بعدين المال هو قام يعني بصورة أو بأخرى من الاحتراف اللي صار بعدين، ومن مثل النادي اللي جماهيري عنده ميزانية ويقدر ينطي ويدعم اللاعبين اللي عنده، وكل هذا يصب بخانة المنتخب الوطني. احنا اليوم يعني وجهة نظري انه اللاعب حتى من يروح للمنتخب ما يلعب مثل ما يلعب ناديه، يعني اعتقد انه هذا شيء خطير بالنسبه للكره العراقيه. طبعا الحوار مفتوح يعني. لا هو بس اكو نقطه مهمه يعني اضيفها على موضوع انه ليش مثلا المستوى الفني ما يقارن بالمستوى الفني السابق. اكو سبب رئيسي جدا اللي هو عدم الاستقرار والثبات في مكان واحد. يعني هسه مثلا ناخذ مثال كابتن ليث حسين. كابتن ليث حسين قضى عمره مع نادي الزوراء بنفس المجموعه، يعني ممكن نفس الاسماء لكذا سنه استمروا مع بعض، تلقوهم نفس المجموعه بالهيئه الاداريه، نفس المجموعه باللاعبين بالمدرب، فطبيعي هذا الاستقرار مع كذا سنه راح يولد نوع من الانسجام، راح يولد بالتالي مستوى فني عالي، راح يولد نتائج جيده. وهذا الاستقرار مو فقط بنادي الزوراء، بكل الانديه. يعني اليوم مثلا بتلقى نفس اللاعبين بنادي الطلبه لكذا سنه مستمرين مع بعض بالزوراء بالشرطه. اليوم اللاعب يعني تريدون تكررون تجربه نادي الرشيد؟ لا 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 مو بالعكس. لا لا هو لا 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 وانا اتحدث التغييرات بكل فريق كانت تصير قليله في الموسم، قليله يعني تتغير لاعب او لاعبين. يعني اليوم اللاعب تلقاه بالموسم الواحد يمكن ينتقل فريقين، وكل يعني اليوم مثلا تلقى الزوراء الموسم الماضي غير الزوراء هذا الموسم، بلاعبين يعني مختلفين نهائيا، يعني 12 إلى 13 لاعب تغيروا خلال الفتره بين الموسمين. فهذا هو اللي اعتقد من الاسباب اللي تؤدي. بس المدربين الاخوان يعني عملوا بالتدريب، يعني استاذ عادل او استاذ احمد حتى اخ غيث، من اليوم كمدرب يجي اليوم عنده لاعبين يعني بالانتقالات الشتويه نصها تطلع، وهذا ما مو صحيح. استقراره هو يعني عندي انا مهاجم، المدرب نفس الشيء كابتن، هو المدرب ما اتكلم، هو هذا الاستقرار. يعني اليوم انت من تحكي على مستوى فني، شنو هو المستوى الفني؟ المستوى الفني عباره عن افكار مدرب يوصلها للاعبين، هذه الافكار يحتاج لها وقت من العمل حتى يطبع عليها اللاعب، حتى يتأقلم. يعني ما ممكن انت خلال نص موسم او موسم واحد تنطي كل ما عندك للاعب وبالتالي تريد منه مستوى فني عالي. بال 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 بالاستمراريه شوف هسه اليوم مثلا من نقول على الفرق الجيده بالدوري العراقي، مثلا لناخذ مثال نفط ميسان، مستقرين بنفس اللاعبين مع نفس هذا صار لهم كذا سنه، وبالتالي بدوا ادائهم ونتائجهم تصاعد من موسم الى اخر. نفس الشيء نادي النفط استقروا مع نفس المدرب الى 3 سنوات 4 سنوات وبنفس اللاعبين بدت، على عكس الانديه الباقيه اللي ما عندها استقرار، وبالتالي تشوف مستواها ونتائجها متذبذب. هذا وضع طبيعي، الاستقرار يولد النتائج الجيده والاداء الجيد. يعني الاستقرار الفني استاذ هشام واحد من عوامل نجاح اي فريق اي نادي، هو الاستقرار الفني مو فقط للمدرب، الاستقرار الفني للاعبين. يعني نفس المجموعه مثل ما تفضلوا الاخوان كابتن ليث وكابتن احمد، اليوم انا كمدرب الاستقرار الفني ويا كم لاعبين راح يهضم الافكار التدريبيه اللي ممكن اني انطيها للاعب. زين المشكله احنا الحقيقيه يعني اللي تواجهنا، يعني اضيف نقطه مهمه، انه الان مواعيد المباريات يعني ما ثابته. يعني انا اليوم كمدرب بالمنهاج السنوي ما اعرف قد راح يتوقف الدوري، وبالتالي يعني تجيني توقفات مره اني بالفورمه وتجيني توقف 40 يوم ومره شهرين ومره شهر. هذا يعني اكيد راح يلقي بظلاله على كل الفرق مو على نادي واحد. يعني سابقا يمكن يتذكر كابتن ليث كابتن احمد كابتن غيث انه حتى كراس انه المواعيد مثبته يعني ما قابله للتغيير، انه كل شيء محدد. وهذا يعني النقطه مهمه واساسيه انه في ثبات مستوى اللاعبين. انا اليوم من اخلي منهاج التدريبي كمدرب اعرف المواعيد، الان المواعيد متغيره وغير ثابته. شو وقت راح ينتهي الدوري؟ مو هي المشكله، هو هذا السؤال اللي يطرح نفسه ما حد يعرف. شوف النقطه هي المهمه استاذ هشام، يعني انا اليوم راح ينتهي الدوري مثلا خلينا نقول بشهر 8 ومو معلوم،
ما معلومه شو وقت ينتهي. مو كان تصريح قبل بدايه الدوري انه دوري راح ينتهي بالشهر الخامس. زين هو اول سنه تصريح؟ اول سنه؟ هذا التصريح اول سنه؟ لا مو الكل يصفق لهذا التصريح. اي مشكله. التصريح صح ولا لا كابتن؟ انا اريد اوصل نقطه. قلنا الاستراتيجيه اللي وضعوها المعنيين في كره القدم كاللجنه الاولمبيه ووزاره واتحادات، يعني احنا نشوف اكو تقاطعات كثيره يعني بين الوزاره وبين اللجنه الاولمبيه ومن الانديه المن ومن يعني انا فد يعني الاخوان كانوا وياي لاعبين منتخب ولاعب، احنا من نروح المنتخب نادينا يلعب بالدوري يلعب ماكو تاجيلات لو مسحوب منك ثمانيه مو مشكله التوقف او الدوري تمام فيمشي يلعب اربعه خمسه سته يلعب بالصف الثاني يعني انا فد للتذكير بنادي الرشيد من طلعت من الزوراء رحت ثلاث سنين للرشيد، الرشيد كنا اذا رحنا اغلب اللاعبين للمنتخب يلعبون بالصف الثاني وهاي كان غيث وياي همين يلعب بالرشيد كان صغير. فهنا احنا ما نذب اللوم كله على مواعيد وعلى شلون احنا انسحب من عندنا ثلاث اربع لاعبين واحنا حنخسر الدوري وعندنا معترفين نحط فلوس. الخلل ترى حتى باداره الانديه يعني اليوم النادي ثلاث لاعبين الدنيا يعني يوقف تنقلب الدنيا اذا عندك ثلاث لاعبين بالمنتخب يصر روح واعلام. زين انت يعني موقع اكثر من 30 لاعب عندك ولاعبين على مستوى عالي وناديك يعني يظن لاعبين على مستوى عالي وهي مشكله حقيقيه. انا اريد اوصل لنقطه مهمه انه الدوري اذا انتهى بشهر الثامن وراح يبدي ب 15/9 انا فتره الاعداد مالتي اليوم كمدرب راح تكون شهر واحد. حكوا الاخوان على اللاعبين انه اكثر من 10-15 لاعب بكل نادي يتغير. زين هذا اللاعب الجديد اللي اجاني فتره شهر واحد ايش وقت راح يضم الفكر التدريبي للمدرب؟ بكل انديه اتكلم خلال شهر واحد. زين انا حتى بالدوري يعني هو يعني احيانا شوف ضعف المستوى لبعض الانديه انا حتى بالدوري استاذ هشام واني بمرحله استكشاف للاعبين لطريقه اللعب لان فتره الاعداد قليله جدا اللاعبين اللي استقطبتهم اكثر من 10-15 لاعب. زين هذا شو وقت راح يضمن فكري؟ نقطة مهمة يعني انطرق لها كابتن الليث وكابتن احمد، سابقا الاستقرار الفني للاعبين نفس المجموعة احنا بنطلب اكثر من 5-6 سنوات 7-8 نفس الفني للاعبين اعرف مهم جدا هذا السؤال كابتن غيث يكون يعني بتأيد هذا بتأيد هذا الرأي الدوري العراقي هو واحد من اضعف دوريات المنطقة يعني في الوقت الحالي ممكن هو اتحدث عن الوقت الحالي ممكن انا اعزيها السببين يعني مثل ما تفضلوا وهذا التصريح انا سامعه من مدربين منتخبات وطنيه نعم السبب الاول مثل ما تفضلوا الكباتن استقرار للاعبين والاستقرار للمدربين يعني احنا نشوف اغلب الفرق العالميه المدرب يتعاقد مع فريق اقل شيء 3 سنوات صحيح يعني حتى المدرب يبين عمله وادائه يعني سنه يبني فريق سنه يبين يعني يعمل السنه الثالثه تبين النتائج احنا المدرب يعني وين مجرد لعبتين ثلاثة بداية الدوري ورأسا تبدل فريق بالموسم بدله مدربين ثلاثة. النقطة الثانية إذا ما يعني قلنا نظام المسابقة الاتحاد مسؤول عليها احنا نظام الدوري مالتنا يعني لا مواعيد ثابتة عدد الفرق يعني حتى عدد الفرق يعني ما يتلائم ويا يعني الوضعية اللي نمر بها احنا يعني لهذا نشوف احنا لو الدوري حتى يصير قوي ولازم يقلل عدد الفرق بس شوف مثلا الدوري الايراني من يقبل يصير عدد الفرق اقل ما تدخل بها مصالح انتخابيه يعني انا زيد عدد الفرق حتى اكسب اصوات توصل 36 فريق وصلت 44 وصلت استاذ هشام 44 قبل هي مجموعتين كنا 44 تقريبا مجموعه شماليه ومجموعه جنوبيه تمام مجموعه شماليه ومجموعه جنوبيه بس هسه استقرت الامور هسه صار راد يصير 36 فريق اي بالفعل ما تقلصت يعني انا بس نحكي عن الدوري الدرجه الاولى نفس الشيء شنو السبع مجاميع تلعب بالدوري مشكله حقيقيه عفوا استاذ هشام دوري واحد وصل لها يعني يجب ان عدد الفرق يقل حتى نوعيه اللاعبين الجيده راح تنحصر بمجموع بفرق معينه، الدوري الايراني 16 فريق، الدوري الاماراتي يمكن 12 او 13 فريق، الدوري القطري كذلك السعودي نفس الشيء السعودي نفس الشيء كل ما يتقل عدد الفرق كل ما نوعيه اللاعبين ونوعيه المباراه يرتقي، عندنا ملاعب جيده ممكن المباريات يعني كل ما قل عدد الفرق اختار الملاعب الجيده راح تزيد من يعني مستوى الفرق. يعني تتفقون انه دوري العراقي هو اضعف دوريات المنطقه؟
لا هو فنياً, فنياً ما ممكن نتحدث عن الأمور الإدارية, ما ممكن نحسبه من الدوريات القوية. أنا أتحدث عن دوري فنياً, دوري فنياً أضعف دوريات المنطقة, مو أضعف بس لا لا ممكن نقول دوري ما ينحسب من المستويات الفنية العالية بالمنطقة مثلاً مقارنة بالدوري السعودي على سبيل المثال. يعني عندما كان مدرب للمنتخب الوطني كان له تصريح, والتصريح معي في واحدة من البرامج اللي قدمتها القناة الرياضية, ذكر بأنه الدور العراقي هو أضعف دوري ما بين المنتخبات الموجودة بالمجموعة. كانت معانا أستراليا وكان معانا السعودية وكانت معانا تايلاند. هذه كلها دوريات أقوى من دورياتنا فعلا. يعني من تقول الدوري السعودي أقوى من دورينا. كابتن أحمد اليوم دورينا ينتج لاعبين صافي الشام ويقدم لاعبين على مستوى جيد للمنتخب الوطني, ونتكلم بالأسماء اليوم. بس عفوا كلهم استاذ عادل يعني ما يخالف سؤال اسال اريد اشوف منتخبنا الوطني والله هو تحسبه على المنتخب صح. كثير من المدربين استاذ هشام يعانون من اللاعبين اللي يوصلوا للمنتخبات الوطنيه, ينتج لاعبين ما ينتج لاعبين, يصفون باللاعبين المبتدئين. كابتن لي كابتن ينتج نوعيه لاعبين بس حسب النظام الجديد. ابسط تكتيك مو هذا هسه انت تشكيله المنتخب الوطني, اللي اخر بطوله الصداقه ال 11 لاعب اللي يلعبون بالملعب فقط يمكن ثلاثه من الدوري العراقي, ولا الباقيين كلهم يلعبون خارج العراق صح. يعني 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 هذا ينطيك دليل انه احنا اذا يريد يكون عندنا منتخب قوي لازم نعتمد على اللاعبين اللي برا حتى يكون عندنا منتخب قوي. مساله مهمه يعني, يعني هذا هذا واضح. يمكن الكابتن كان مع المنتخب ويمكن يحس بها هالمساله بين اس حاليا نظام الفيفا داي والمباريات, يعني المباريات الدوليه تكون يعني اثناء الدوري مستمر, فالدوري العراقي ما يخلق لاعب جاهز بدنيا بان ينافس الفرق الاجنبيه, يعني الفرق العالميه الثانيه او الفرق خلينا نقول الدول المحيطه منتخبات المحيط. فمدرب المنتخب يعاني عندما يختار اللاعب, يعني خلال يومين او ثلاث ايام عنده مباراه دوليه احد ما اشوف عده بدنيا. هو اللاعب الفعلي اصلا ما جاي يوصل لل 50 دقيقه بالدوري, هو اصلا بالفعلي يعني حتى هالمباريات ده تصير بالتوقف, يوقفون الدوري بالفيفا. بينما سابقا كان مثلا مصير تجمع منتخب, يعني مدرب منتخب ياخذ لاعبين فتره طويله, لان اللاعب العراقي يحتاج يعني مباراه دوليه يحتاج لفتره طويله الانسجام, مدرب يطيل يعني الفكر مات. وكان اكو يعني اتذكر سابقا الدوري مستمر ولاعبين المنتخب يتجمعون. شوف كان قبل اكو فسحه ووقت لمدرب المنتخب انه يدرب حتى بدني, فبالتالي ممكن يرتقي بالوضع البدني للاعبين. الان بالفيفا داي 8 ايام مدرب المنتخب ما يدرب, ما عنده وقت يعني للتدريب, العالي الشدد العاليه الحمل. شوف كله تدريب تكتيكي بسيط. العالم الان تختلف مع الكابتن عادل بانه ذكر قبل قليل بأنه الدوري العراقي دوري منتج للاعبين للمنتخبات الوطنية. وست قبل قليل ذكرت بأنه ثلاث أرباع تشكيلة المنتخب الوطني هم من اللاعبين. لا هسه أنا أقول لك مثلا على سبيل المثال, المفروض إحنا منتخب تحت 23 سنة ما موجود. اليوم مدرب منتخب الاولمبي يشكو انه صح. ما عنده لاعبين ممكن يشارك بهم ويخوض بهم مباريات قوية. الحلقة هو معتمد على هذه الأعمار بدور الدوري الممتاز, وبالتالي هو قبل التصفيات شكى كثير انه هو صعب ده يجمع منتخب, صعب انه يلقي لاعبين. نفس الشيء هسه حكيت لك انا بالمنتخب الوطني التشكيله الاساسيه اللي لعبت اخر شيء بطوله الصداقه يمكن 7 إلى 8 هم اساسيين, هم يلعبون خارج الدوري العراقي. احنا مو نقول الدوري العراقي ما بي لاعبين, بس الدوري العراقي مثلا هسه اذا تقول لي مثلا كمثال الفرق الاقوى مثلا هي القوه الجويه الزوراء الشرطه هذا باستثناء الشرطه اللي متجمعين به كل اللاعبين. بالوقت السابق كان مثلا من تلقى كم من اللاعبين بالشرطه تلقى كم من اللاعبين بالزوراء, تلقى كم من اللاعبين بالطلبه بالجويه بالنجف بالميناء. الان مثلا الان كل اللاعبين تجمعوا في مكان واحد اللي هو نادي الشرطه, وبالتالي يمكن تلقى لاعب او لاعبين من الزوراء بالمنتخب الوطني ولا لاعب من نادي الطلبه بالمنتخب الوطني ولا لاعب. فهذه هي هاي 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 دليل على انه انت نرجع للنقطه الاولى اللي ذكرها كابتن الليث, انه يجب ان كل الانديه دعم حكومي حتى تتساوى كل الأندية, لأن هاي هي أندية عراقية. يصير نادي ياخذ بس 12 مليار ونادي ما عنده رواتب لاعبين صحيح, ويلعب هو بنفس الفئة ونفس المدرب, هذا تقارن هذا المدرب بهذا المدرب يعني فالمقارنة تكون ظالمة. وأنا ألعب ويا نفس ألعب نفس الفئة أنا ما عندنا 30 مليون ووقفت يعني والله هاي مشكلة حقيقية يعني توسع 30 مليون بالشهر إيه دعم من وزارة النقل, وهسه
كل وزير يتغير لازم تج موافقات يعني حسب وتنتظر انت اربع اشهر بدون رواتب وتتراكم وعدك واللاعبين يعني هم يبطلون يعني حسب ليش مزاج المسؤول اي انا ليش قلت بس خلي دائما تنادي بموضوع الاستثمار وانه انا اقدر اوفر للنادي من 2004 ها من 2004 انا انا وياك هسه يمكن انا وياك هسه يجي يستثمر بالانديه يعني بالعراق يعني كلها يعني مو بس سعوف نادي الخطوط هاي الانديه منو يجي يستثمر بالعراق هسه انا اقول لك انا ابن نادي بغداد سبع سنوات ببغداد سبع سنوات يدورون على مستثمر ما جاي يحصلون مستثمر ونادي بغداد عنده افضل مكان خلي اقول لك شلون لا لا شلون يصير الاستثمار شوف انا اخصص الدوله اخصص مبلغ مالي وقطعه ارض كل نادي هي هاي وبعد خمس سنوات وفق اليه معينه وبعد خمس سنوات يا استاذ هشام هاي ارضك وهاي فلوسك بعد ما تصير يعني بين يوم وليله لازم اكو تخطيط لازم اكو انتقال تدريجي يصير هو هذا بعد خمس سنوات استاذ هشام احكي على نفسك المستثمر ليش يخاف مو يخاف وشنو لا مستثمر من برا ليش اكو مستثمرين بالعراق هو بلا ليش يخاف انا شوف هو حد اقول لك يخاف يدخل بالمجال ما يخاف اخي ما ينطو منو ما ينطو الاول الوزاره او منو المعني على هاي القاع ما ينطوك اياها انت تروح تستثمر كنادي صح احكي لك اغلب اراضي الانديه هي تابعه لوزاره الشباب مو للانديه وللماليه يعني قله من الانديه هي اللي تمتلك ارض حقيقيه تمتلك ارض مسجله باسم النادي وهنا انا شوف الاقتراح انا قعدت ويا سيد الوكيل عصام الديوان وقعدت ويا كثير من يعني من الوزراء اللي جوي نيابه هسه كل نادي او رئيس نادي عنده قاع هي مخصصه من الماليه مخصصه الى وزاره الشباب لاغراض الرياضه وماخذها نادي هنا اخلي هو النادي نادي باسم النادي تبطي للوزاره وتبطي للنادي بعد ما يروح لك ولا يرجع انا يومي واقف لي انا باب وزير ما احتراماتي لهم هم عندهم مشاكل وعندهم امور كثيره بالوزارات بس بالفتره الاخيره قالوا انه انا حد علمي هناك توجه يعني حكومي بان لخصخصة الانديه يعني الانديه بعد ما يصير تابعه للحكومه لكن هذا ما يصير بيوم وليله لازم يصير تدريجيا يحتاج تشريع قوانين تدريجيا ما صايره لان لحد الان عاديه الانديه مشكله بين وزاره الشباب والاولمبيه يعني حسب القوانين مثلا هو وزاره الماليه كانت الليث منو يشرع القوانين هسه احنا نريد نعرف قانون ما عندنا ولا شيء ما عندنا قانون هسه من المسؤول ما عندنا قانون نريد نعرف المسؤول من هو من المسؤول اللي شرع القوانين البرلمان منو البرلمان المفروض كل شيء الشباب البرلمان يرفع من قبل المعنيين الى البرلمان ويشرع ويرى النور زين ايش قدموا ايش قدموا هسه ايش قدموا هسه حاليا اعتقد قانون اللجنه الاولمبيه القانون وين القانون؟ شوف قانون اللجنه الاولمبيه قيد يعني اي هسه يعني شوف هي عادل شوف هي شنو المعضله اللي صايره؟ اليوم انا عندي علاقات بالبرلمان اروح اوقف القانون يجي غيث عنده علاقات يمشي هذا اللي صاير عندنا صراع الاقوياء صراع الاقوياء هسه دروع انا قلت لك انا ومنو يعني الضحيه؟ الضحيه رياضه اي رياضتنا وانديتنا طبعا رياضتنا طبعا هسه شوف هو حتى يعني اليوم حتى الانديه هسه اي نادي مثلا اي نادي ناخذ مثال يريد يخطط لثلاث سنوات اللي قدام ما يقدر يخطط لان هو ما عنده ميزانيه ثابته ممكن يخطط لها يعني اليوم المؤسسه خصصت مليار لهاي السنه الجايه ممكن ما تخصص لك ولا لا ممكن السنه الجايه ما تخصص لك يجي غير وزير ما يخصص لك فماكو ثبات بموضوع يعني الانديه اغلبها ما تعرف ايش قد مدخولاتها السنويه ثابته يعني اليوم اي نادي هسه الزوراء اليوم الوزير النقل خصص لهم مليارين ممكن السنه الجايه ما يخصص لهم بس يعني مليارين يعني وكو كان تشرع قانون قرار مجلس وزراء بين كل نادي له مليارين بالسنه مليار البنى التحتيه ومليار من اشتغل به هذا القرار ما حد يشتغل بس الزوراء اشتغلوا به من اشتغل به هذا القرار بس الزوراء اشتغلوا به معالي وزير النقل هو الرجل راح المجلس الوزراء ولانه هم عندهم بطوله اسيويه راح تكلف وجاب لهم وبالتالي الزوراء هم دخل بمشاكل ماليه مع اللاعبين اللي لحد الان يمكن مستلمين جزء بسيط من عقودهم واللاعبين كلها تطلعوا لانهم لانه يوقعون لاعبين اعلى من المرصود لهم كابتن هناك خلل انا اعتقد في ادارات الانديه اغلب ادارات الانديه اسمه الفريق مثل الزوراء فريق جماهير يمتلك قاعده جماهيريه انا يعني كاداره يعني من المعيب علي ان ابقى معتمد على الوزاره فقط اي لازم القى لي ابواب كثيره يعني استغل انا هاي القاعده الجماهيريه الكبيره هاي يعني استغلها موقع النادي زين وهاي الانديه الفقيره شلون هسه الحدود مثلا رجعنا على الحكومه رجعنا على الحكومه لازم تتدخل وتحل هاي الاشكالات كانت مباراه الزوراء وذوبان اصفهان تنتهي بالتعادل الايجابي طلعوا الزوراء زين ودعوا برشلونه هم خسرانين 3-0 3 لا صدق والله اي خسرت 3 هسه ليفربول 3 ما خلصانه 3 3-0
استحاض ضربة جزاء. هي حلاوة كرة القدم. لا هي حلاوة كرة القدم. هي الأكشنات. أقول لك هي الأكشنات مال كرة القدم. شوف ليش الناس تحب كرة القدم؟ هي كرة القدم شوف خاصة بالدوري الإنجليزي. نروح على غير جانب. لا نترك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. نتحدث الآن عن الزوراء الآن يعني مركز ثالث 5 نقاط. الزوراء إلى أين؟ شنو مشكلة الزوراء؟ فقد الزوراء بهذه النتيجة يمكن فقد حظوظه. شوف الزوراء عدد نتيجة مباراة النصر يعني والوسط ما يفيد. اليوم إذا فاز لازم فوزية. يعني مباراة اليوم المفروض يعني وأنا أنتظر من اللي يجيني. لا أبو مريم اليوم النصر إذا فاز على الوصل انتهى الموضوع. صار 9 نقاط تراجع في مستوى الزوراء على مستوى الدوري المحلي وعلى مستوى البطولة الآسيوية. تراجع بالمستوى والكل سمع تصريح الكابتن حكيم شاكر اللي رمى الكرة في ملعب اللاعبين. ذكر بأنه اللاعبين يتحججون بالإصابة. هناك لاعب أو لاعبين أو 3 لاعبين يقول لك أنا مصاب بعد 3 لعبات 4 لعبات إلا يلعب. اللاعب الآخر نفس الحجة يقول هاي مشكلة. مشكلة أنا عندي بالنادي. مشكلة باللاعب. المشكلة بالإدارة. المشكلة بالكادر الفني. المشكلة وين؟ لا الكل يتحمل مسؤولية. إدارة ومدرب وهذا اللي قلنا عليه استاذ احمد من قال كابتن احمد قال الاستقرار الفني. يعني الزوراء يعني صار 3 سنين 4 سنين 7 مدربين. كابتن انت ليش تضيع الدم بين القبائل؟ لا ما ضيع هو واقع حال. يعني انا ليش تقول الكل واحد من عندهم يتحمل المسؤوليه او 2 ليش الاداره؟ بس اسمح لي زين اقول لك ما يخالف اقول لك يعني حضرتك هسه انت بوحدك تدير الحوار؟ لا طبعا اكو مونتيريه واكو كاميرات بس اكو شيء اسمه اداره ومدرب هو اللي يختار والاداره وبعدين اكو لاعبين على ارض الواقع. يعني استاذ احمد اليوم من كان بنادي بغداد ومستقر وفايز لاربع خمس سنين واحسن انجازات و و و المن يحسب يعني غير حسب للاداره والكابتن احمد واللاعبين اللي اختارهم استاذ احمد ومش بين او كابتن عادل 4 سنين هو اليوم كابتن حكيم استقرار بالحدود اللاعبين مو خياراتي يعني لحد الان على الوصل خلص انتهى الموضوع انا شوف تجربه اخ عادل مع الحدود رغم انه فتره من الفترات طلع ورجع لكن استقراره ونتائجه الايجابيه رغم لا عندهم دعم لا عندهم رواتب لا عندهم مكان يدربون به يعني امور كثيره لكن يعمل بالممكن ممكن انه هو كونه حدود ووصل الى هاي المرحله يحسب لهم ما يحسب لعادل عادل هم طلع اجى غيره وانبقت بس اكو اداره واكو مدرب واكو لاعبين هم اللي يمشون نقدر نقول دوري ابطال اسيا يعني اكبر من الدوري العراقي او من يعني من الانديه العراقيه ولحد الان الانديه العراقيه لا يعني غير جاهزة أن تدخل بمثل هكذا. نعم هذا واقع. أنا برأيي هذا واقع. كتجربة بداية للفريق الزورة يعني تعرف الفرق العراقية مبتعدة عن بطولة أبطال آسيا. أبطال آسيا فرق يعني هي أغلب فرق على مستوى عالي. لا جدد الشاي. يعني إحنا قبل شوي نحكي أكو فرق بين الدوري العراقي والدوري السعودي الدوري العراقي والدوري الإيراني فأغلب الفرق نوعية المحترفين نوعية المدربين نوعية اللاعبين. وامكانياتهم فكلها تعطيك يعني في فوارق تعطيك فد مؤشر بان يعني الدوري العراقي خلي اذكره بموضوع احنا نفسنا الزوراء لا عندنا فلوس ولا عندنا ولا دعم ولا بد الجمهور ريع الجمهور بنادينا ناخذه ونتصرف به مو احنا ببطوله اسيا نفسنا احنا اللاعبين وهم جبنا ثاني علي رابع على اسيا نفس هاي بس ابو مريم انت بتحكي في وقت كان العراق متسيد كره القدم باسيا مو بس بالوطن العربي شنو اللي عندنا كان بس سؤال عندنا ملاعب سؤال عندنا ملاعب لا احنا ما عندنا لا ابو مريم اكو شغله عندنا على مستوى عالي لا اكو شغله لا استاذ هشام استاذ هشام مو بس هذا طلعتها مو انا اقول لك نفس هاي ابو مريم مو بس هاي النقطه منافسينك ما كانوا بهاي الجوده الان يعني كانت ماكو كره بالخليج العربي بمستوى الان بالسعوديه بالامارات بس دقيقه يعني تعرف يعني نادي الرشيد احنا مو كنا نلعب ويا تونس وكنا الترج لا تمام بس اسمح لي ترى لا بالعكس كانت اقوى دوريات الـ 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 بالمنطقه اللي كنا نلعب بيها ابو مريم لعبنا ويا تونس باع منتخب عراق لعبنا ويا تونس بتونس غلبناهم 2-0 تحكي على افريقيا ولا تحكي على المنطقه على ادواتك لا احنا نحكي على الاسيوي على اسيا دول اسيا الدول اللي كانت نائمه بكره القدم بموضوع التطور قفزت قفزات
احنا بموضوع التطور مشينا مثل السلحفاه استراتيجيه غير يعني بالعكس فهذا اللي لا صار ما مشينا مثل السلحفاه نرجع للخلف احنا وبالتالي على قولة كابتن عادل نرجع للخلف ليش العالم بدت لانه اعتمدت على التخطيط ليش ما عندنا تخطيط هسه اليوم احمد احنا ما عندنا تخطيط هو هاي المشكله احنا ما بدنا نخطط مو بس التخطيط انا هذا السؤال ايضا خلي اوجهه للكابتن عادل يعني هاي اراء يعني وارجو ان الكل يتقبل هذه الاراء قد تكون الدرجة الأولى بتحمل هذه المسؤولية هو المدرب العراقي المدرب العراقي ما يستطيع أن يخلق ويصنع لاعب اليوم انت جايبنا شوف انت جايبنا اربع مدربين وتقول الذبحه علينا لا انا اربع مدربين احنا هنا هاي شنو راح اختلف وياك راح اختلف وياك ما نعطيك مجال عمي اساسا رجال ساكن مو ما يخالف راح اختلف وياك بهاي الجزئيه اليوم من اوكي من يدعم المدرب العراقي مدرب العراق اليوم احنا نحتاج دورات تدريبيه للداريين نحتاج معايشات تدريبيه للمدربين نحتاج الى عمليه صناعه المدرب مثل ما عمليه صناعه اللاعب احنا وقدامنا مثال كابتن احمد خلف وين عمليه صناعه المدرب صارت عمليه تفليش للمدرب العراقي وعدم الثقه بالمدرب العراقي ليش انا هسه مثلا احكي عن تجربتي بالحدود انا يجيني اللاعب والحدود على مر هاي السنوات انا اختار لاعب من الدرجه الاولى ومن الفرق الشعبيه يجيني اللاعب ما متاسس يجيني اللاعب يلعب دوري ممتاز ما متاسس هاي نقطه مهمه سابقا كان يجي اللاعب للفريق الاول وهو ممكن 18 يعني سنه لعبوا منتخب وطني يجي ليت وهذا 18 سنه يروح منتخب وطني مو مسؤوليه مدرب الفريق الاول يجيني للفريق الاول لاعب ما متاسس مثلا هسه انا مثلا وخلينا نتكلم بكل صراحه احنا اللي نعاني اليوم الفرق العراقيه ليفربول 4 انت ظل بشر بينا بشر بينا كل شويه مبروك والله كل شويه ليفربول 4 حتى ما راح بس برشلونه فريق مهم سالفه الشام حتى ما راح تخلينا نكمل انا ليفربول 4 ما راح اكمل خلصت خلصت بعد خلصت صدق لا بعد وصلنا ان شاء الله صدق 4 والله عادي والله 4 وصلنا ان شاء الله حتى يطلع سلسله افكارنا والله هاي النتائج والله العظيم ايش عندي فكره صراحه انا مو بدي اقول لك انا بس ندار علي قال لي 4 احمد قال احنا اليوم ليفربول وبرشلونه انا قلت له لا محسومه باكر جوز تاتام وجاكسون بس كره القدم اقول لك كره القدم لا هي تختصرها تدري شو كره القدم تختصرها بال قبل هذا الدور دوري الابطال الثواني بين الفرح والحزن مال غوارديولا من متاهل الى خارج على قرار الفار شفتها بلحظه هستيريا فرح هستيري انقلبت بلحظه الى حزن هي حلاوه كره القدم حتى الدوري الانجليزي البارحه يعني البارحه شفت كان ممكن تكمل لو لا انا اكمل بوكانه على موضوع صناعه اللاعب امسكت خلص اربعه خلص انت دارايس انطيت يا اربعه بعد احنا ايش نقدر نحكي بعد خليني اتاكد انت تاكد من تخلص المباراه وصلني اشعار تاكد ترى هدفي ليفربول لتصبح النتيجه ليفربول 4 برشلونه لا صدق والله اي والله هذا الاشعار ايش قد بقى ايش قد بقى بس يقولون برشلونه ها يقولون اي برشلونه جول واحد هسه يوصل هسه والله كل شيء توقع كرة القدم تفضل كابتن تحيي وتميت مسؤولية مدرب الفريق الأول مو مسؤوليته يصنع لاعب دقيقة 80 اي مو مسؤوليته يصنع لاعب يعني اليوم كابتن عادل مو مسؤوليته يصنع لاعب استاذ أحمد سوراها أتكلم على موصلية منتخب الأولمبي اللاعب يجي جاهز لمستوى المحترفين مستوى الفريق الأول يعني هذا اليوم أنا مو أجي أصنع لاعب يعني أعلمه مثلا تكنيك شلون يلعب مناوله وشلون يخمد هذه مدربين المنتخبات الوطنيه يحملون المدرب مدربين الانديه يقصون مدرب لا مدربين الفئات مو مدرب الانديه مدربين الفئات اليوم اسال كابتن ليث وين تاسس صح اسال كابتن غيث وين تاسس صح واجا جاهز بدينا ندرج يدرج يوصلني اللاعب للمنتخب لياقه ما عنده لا هذا موضوع شوف موضوع اللياقه موضوع لعب فعلي بالدوري العراقي ما ممكن تقول لياقه يقول لياقه ما عنده مو احنا تعالان لازم اصعد لا استاذ هشام مو احنا بالعراق الدوري مالتنا عندنا اللعب الفعلي مدى يوصل ل 50 دقيقه بالمنتخب الوطني مطلوب منك لعب فعلي الى 60 الى 70 دقيقه طبيعي انت تبين عندك فوارق مدنيه كابتن احمد أنا كنت مدير منتخب شباب فقعدت ويا كابتن غني يمكن أستاذ عادل كان موجود بالفترة يمكن اللي قبلها بعدين تكلمت ويا كابتن غني قال كابتن أنا ما أقدر أستلم منتخب شباب
لان ما عندنا فئات عمريه. زين انا منين اجي وين اروح انا كمدرب يعني استاذ عادل وكابتن عباس وعبيد من كانوا موجودين يعني من الانديه جاب من نا فتش زين انت اليوم الظل تفتش؟ الظل تروح انت عندك بطوله لو انا اروح افتش على لاعب دردا كونه كمنتخب بدي اتكلم لك. ولهذا السبب بعض الاخوان اللي موجودين شوف هسه اليوم التجربه مال اخ عماد وحسن كمال وكلهم قاموا يروحون للمحافظه اختبارات قاموا يروحون يجيبون اختبارات ويجيبون اختبارات استاذ هشام منتخب العراق منتخب الشباب العراق كان يدري كابتن الليث كان مدرب منتخب الشباب يجي باوع على الدوري يخلص الدوري عنده 25 لاعب منتخب جاهز ويدور وين هذا الشاب اللي صعد استوى جاهز يجي كابتن غيث اكو بالظرف اكو سؤال خاص لك اللي هي؟ انا عبالي اقول لك البقلاوه ما تخوفني ما ادري ما والله عبالي اقول لك بقلاوه تقرا ويعني تقدر تجاوب على هذا السؤال او ما تقدر تجاوب على هذا السؤال يقولون عادل يقولون ضيعوا ثلاثه اربعه غير انت يا اخوي ما ادري شو قلت اليوم يخسرون ايه؟ اول دقائق هاي ميسي من كانت 1-0 الكف هذا ونشال هو بيها بس يحط بالجول وخلاص يلا بعد خذ علي صارت ثلاثه يسوي حلوه بعد اربعه تفضل كابتن غيث الانتخابات الاخيره لنادي الزوراء شهدت خيانه غيث عبد الغني بعد استبعاده في قاعه الانتخابات اي تقدر تجاوب او لا لا انا عادي اجاوب صح هي الانتخابات الاخيره لنادي الزوراء يعني الهيئة الإدارية وجهوا لي الدعوة بين يعني أدخل كمرشح فكان يوم سبت اتصلوا بي فرحت للنادي قعدت معهم جلست معهم طرحوا علي الفكرة بأن أن أكون مرشح لنادي الزوراء أنا صراحة متردد كنت بين القبول وبين الرفض بس اللي تفاجأت يعني يوم السبت انتخاب يعني تكلمت معهم قعدت معهم قالوا انتخابات يوم الاثنين يعني انتخابات قريبة جدا فيعني كملت الاستماره والهاي الاجراءات المطلوبه. فيوم الاثنين اللي كان الانتخابات صارت اعتقد في نادي الصيد انا متردد انتخابات الساعه الخامسه لحد الساعه الاربعه اروح او ما اروح اروح او ما اروح. بعدين جتني اتصالات دعم يعني اللاعبين اللي كانوا موجودين السابقين بعض الاداريين قالوا لازم تجي ونريدك ونحتاجك. فتوجهت رحت الانتخابات. المفروض الامور يعني حسب ما يعني الاداره اللي موجود كابتن فلاح حسن او شاكر الجبوري امين السر كان موجود قالوا بان يعني الاجراءات كامله اتفاجئت بالقاعه بان يعني الهيئه المشرفه على الانتخابات رفضوا يعني دخولي كمرشح قالوا تم دخليك كعضو شرف وعضو الشرف الى حق بس التصويت وليس الترشيح صحت انا حمدت الله وشكرت لان يعني كنت متردد اول شيء لان اول شيء دخول في اداره في العمل الاداري خاصه في هكذا ظروف في نادي الزوراء يعني بها يعني نوع من يعني تردد بالنسبه لي يعني فقسم فسرها قالوا مقصوده يعني انت شو تفسرها؟ انا ما لي علاقه باللي فسرها انت شو تفسرها؟ والله انا صراحه يعني بما انه هم وجهوا لي الدعوه انا قاعد ببيت يعني ما ادري هم وجهوا لي الدعوه تعالوا ادخل المفروض يعني الموضوع حسب ما يقال بانه صار سهوا سهوا انت شو تفسرها؟ اقول سهوا سهوا الحمد لله وشكرا صار سهوا سهوا كابتن عادل اكو رساله عاد الحال الاربعه هسوي خليه للاخير بلكي يقولون بس شلون بشرنا عادل بس تباع التليفون ورسالة تجي شوف بعد اربع خمس دقائق باقي قولون هاي اللي تحسين للكابتن تقدر تقراها او اعطيني 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 خلي الكابتن ليث العفو سنطلع هاي مال عادل كابتن ليث هذا السؤال لك اعطيني ذيك شحنه يعني يقول السؤال انه ليث حسين عينه في نادي الخطوط وعينه على نادي الزوراء للدخول في اداره قلبه مع نادي الزوراء لا انا بالنسبه لي مستحيل يعني الاخوان بالاداره وهي مو انه هنا اجي ادخل يعني ماكو شيء منطق يعني اليوم غيث دخل الانتخابات وما قدر يعني انه يفوت بالانتخابات لان امور اداريه
طيب انا رئيس نادي الخطوط هسه اي ليش اباوع عن نادي الزوراء؟ بالعكس انا قلبا وقالبا وقلتها اكثر من مره الزوراء مو ملك احد، انا ابن نادي الزوراء، غيث ابن نادي الزوراء، احنا اللي ترعرعنا بنادي الزوراء، محبتنا وحرقتنا وكلامنا على نادي الزوراء لانه نحب نادي الزوراء ونريده دائما، ويمكن غيث ما راح يجي اعتباطا، غيث راح يريد يساعد، يريد يقدم شفت شيء كونه مثقف وكونه بمكان معين يقدر يتصرف وايضا هو نجم. فاحنا هذا اللي نقوله، انا مو على اداره الزوراء، اداره الزوراء انتهت، يعني انا انتهت خلاص قلت اي انا الان رئيس نادي الخطوط، رئيس نادي الخطوط، وانا بالعكس انا اتمنى الـ الـ هذا كلامه كابتن حتى يفتهم المقابل وكل من يعني لا انا بالعكس يعني لان انا ابدا انا يمكن اسمع احتراماتي لاخوي غيث، غيث مو بشهرتي خلي لا بس اسمح لي خليني اقول لك غيث مو بشهرتي ولا لعب بقدي بنادي الزوراء ولا لعب بالمنتخب الوطني يعني بالفترات 17 سنه و20 سنه 25 سنه بنادي الزوراء، خاطر تجيني دعوه، انا ما جتني دعوه خاطر انا اروح مثلا بنادي الزوراء اقول لهم يا والله انا اعتذر او ما اقدر، انا اصلا ما جتني دعوه. هسه الله يساعد الغيث يعني خلوه بس تاريخك ما تمحي جرة قلم ولا دعوة. لا أنا بالعكس أخ أحمد، شوف اليوم أنت تاريخ ما ممكن يشخبط عليه، أكيد هو الزوراء ابن نجوم الزوراء كابتن أحمد راضي، يعني إحنا بالعكس يعني هذا الموضوع ما يشكل عنده غصة يعني طبعا أكيد طبعا. زوراء أقول لك يعني أنت اليوم واحد يطلعك قصري يقول لك أنت هذا بيتك اطلع من عنده، هو بيتك مسجل باسم كم نجم زين، وجوي الاخوان همينه تسجل باسمهم وهكذا الى ان اليوم اللاعبين الموجودين. بس اكثر من فتره كابتن يعني كانت لك نيه بالدخول بالانتخابات وانت واحد من الناس، انا قلت لك وهذا عيده اعتقد قلت في اعتقد دخلت على منصب نائب الرئيس لو امين سر، لا نائب الرئيس، نائب الرئيس صح، فقلت لك انا بوقتها اذا كان كابتن فلاح يعني ما يدخل بالانتخابات او كابتن احمد ما يدخل بالانتخابات والتشاهد انا اروح على رئاسه النادي صحيح. بس اذا الاخوان موجودين النجوم ذولا لا انا ما اقدر يعني اتعدى هذول النجوم، احتراما لهم اجي على النائب مساعده للنادي ومساعده الاسمي ومساعده النادي بكل الامور الاداريه واللوجستيه يعني كثير من العلاقات اللي موجوده. كابتن عادل، كابتن عادل السؤال لك. شو سؤالين هذا ضفين شلون شغله صار لحق على سؤالي همزين. يقال ان عادل نعمة المدرب الاوحد في نادي الحدود ولا يمكن استقدام اي مدرب طالما تواجد عادل نعمة. هاي صدق، هاي صدق. اعتقد اليوم استاذ هشام من يقدر يرجع عادل نعمة من عادل نعمة المدرب الاوحد نادي الحدود النتائج هي اللي وفق الاليات وفق النتائج اليوم مو شرط يعني استاذ احمد صار له 7 سنين بالنادي الامانه من مساعد الى مدرب، لا هذا الموسم هو انجازاته تخليه يبقى بالنادي. والله انا ما انا صراحه غير يعني العفو استاذ عادل، انا كنت اريد احمد يبقى بنادي يعني الظروف انا ما اعرف شنو الظروف، بس كان هو سبب رئيسي ويا كابتن ثائر لان يعني تدرج وتعلم كثير ما بيه شيء، انا اليوم اتعلم واتدرج واصير اول واروح منتخب وشرف المنتخب وهذا ما عليه بالاقلام اللي تحكي ولا، بس اسمه وتاريخه والشغل اللي ينحسب له انه بقى وهو الاوحد خليه يكون بنادي وشنو يعني شنو الضرر؟ هو هذا الاستقرار نقول عليه مثل ما النتائج اليوم هي مثل ما تكلم ابو مريم، النتائج هي اللي تحكم. اليوم انا بدايه الموسم هذا انه كانت القرعه صعبه يعني ببدايه الموسم، اول مباراه كانت مع الزوراء، مباراه ثانيه مع النفط، مباراه ثالثه مع الطلبه، ما كانت نتائجنا ملبيه للطموح، اعتقد تعرضوا يعني تعرضنا لضغوطات حتى الاداره، ويمكن نزل يعني انه اكثر من موضوع انه عادل نعمل المباراه الاخيره كانت مباراه صناعه المرحله الاولى اتكلم، والنتائج الايجابيه اعتقد هي اللي خلتنا نكون موجودين، فاعتقد النتائج هي اللي تتكلم استاذ هشام. النتائج هي اللي تتكلم اكيد. انا ما اجاوب على السؤال اوفر. ليش؟ دخل شوف سالفنا غير موضوع. ايوه شيء يخص المنتخب انا واثق. صح؟ صح مو؟ الله ما يسوى والله الموضوع واحد جنبي وهذا موضوع المنتخب الوطني واحد جنبي، بس انا ما اعرف السؤال بس اكيد سؤالي يخص موضوع المنتخب الوطني وهذا وليش؟ وانا ما اريد اخوض بهذا الموضوع. اعتقد جلسه حلوه يعني خلينا بنتيجه جلسه رمضانيه قوله يعني. يمكن تسال انت سؤال لا هسه لا انا اسال السؤال وين وجهتك الان لا وين هو في الوجهه نفس السؤال اللي هسه قبل شويه شنو الظروف اللي خلتك تبتعد الظروف الحقيقيه كابتن ابتعد من شنو منتخب الامانه بس
منتخب يعني الثاني غلط منتخب ما تحكي بهذا لذلك ما راح اجاوب على سؤال جاوب على سؤال اللي هو موضوع الامانه طبعا هسه مثل ما كلام بدون دبلوماسيه لا والله بدون دبلوماسيه قسما بالله موضوع الامانه يعني انت 7 سنين بنفس المكان مساعد مدرب وبعدين صرت مدرب والحمد لله والشكر يمكن تحسب ان انا وكابتن ثائر تحول نادي بغداد الى نادي قوي بالدوري العراقي الى اسم قوي يعني سواء بالنتائج او بانتاج اللاعبين او بالمستوى الفني والحمد لله والشكر يعني قدرنا نمشي بالنادي ونكون نت قوي لكل الفرق يعني انا طيله عملي يمكن مع نادي بغداد يعني تفوقت على تقريبا كل المدربين بالدوري يعني سواء يعني اقصد بالنتائج من خلال المقابلات بيننا وبين الانديه وبالتالي من قدمت استقاله كانت النتائج سيئه اليوم المدرب محكوم بالنتائج يعني مهما تكون علاقتي جيده بالاشخاص الناس الموجودين بالاداره هذه العلاقه ما راح تغطي النتائج السيئه كانت نتائج سيئه وضع طبيعي انه اقدم استقاله خواني ما اختل وراء علاقتي الجيده بسواء بالسيد فلاح مندب او المهندس محمد فرحان وعلاقتي جيده بهم والاخوان بالاداره وانا اظل خاتل وراهم حتى لو النتائج سيئه نتائج سيئه تجبر المدرب وتفرض عليه انه يغادر حتى يترك فرصه لغيره وبالتالي حتى لا يعني شلون لا اقال انا قدمت استقاله وشفت اليوم نادي بغداد الحمد لله والشكر بعد نادي جيد اليوم مع عصام حمد بدا يعيد الى وضعه الطبيعي صح مر بمرحله عدم توازن سواء بالموسم السابق او بدايه هذا الموسم ولكن الان بدا يعود وضع نادي بغداد وضع جيد بالدوري واعتقد اليوم هو من العشر الكبار الموجودين ودا يتقدم بسلم الترتيب واعتقد هو موضوع مثل ما حكينا قبل شويه هو موضوع كل اللي يتحقق بنادي بغداد هو موضوع الاستقرار يعني انا من كنت مدرب ظليت مع نفس اللاعبين باضافات بسيطه جدا نفسه كابتن ثائر الاستقرار هو اللي يعني خلى نادي بغداد بهذه الصوره الجيده اليوم اذا ماكو استقرار لا يمكن ان تكون نتائج جيده أكيد سواء طبعاً. بالاداء او بالنتائج نتحدث الان يعني مثل ما كنا بين فتره وفتره نتحدث عن نتيجه نادي الزوراء كابتن غيث الزوراء يغادر بطوله دوري ابطال اسيا كلمه لنادي الزوراء يعني اليوم ما شفت المباراه شفت الجمهور للاعبين يعني الكادر الاداري الكادر التدريبي للجمهور يعني اليوم يعني ابلغ رساله وصلها الجمهور للاداره وللنادي وللاعبين يعني عدم تواجدهم في المباراه معناها بين اغلب الجماهير زعلان على الفريق ولا بين فريق يعني اغلب الجماهير كان الزوراء عنده يلعب مع فريق خلينا نقول في الدوري مو من فرق الجماهيريه تلقى جمهور مالي المدرجات ولكن في بطوله اسيويه ومباراه مصيريه للزوراء تشاهد يعني عدم تواجد جماهير بين هاي رساله بليغه من الجمهور بنوصلها لي عدم رضا عدم رضا عدم رضا اليوم وهاي ما جت اعتباطا لا وين قالوا باقي دقيقه بالوقت الاضافي الخمسه ايش فيك مكيف قبل هاي ما جت اعتباطا يعني انت سمت لاحظ عدم تواجد الجمهور ملعب المباراه رساله بليغه هي هاي الرساله اللي عدم رضا مبين انا اقول يعني اعتقد انه يجب ان نطوي صفحه اسيا يجب ان نفكر بلملمه اوراق الزوراء في هذا الوقت يعني لكل يعني فارس كبوه بس احنا يعني مع الاسف اللي الزوراء اللي دا يمر به يعني يراد لها وقفه حقيقيه مو بس كلام اليوم انت الزوراء اسم كبير الزوراء قاعده جماهيريه الزوراء يعني داخل وخارجي هو اسم فاليوم انت من يعني جمهورك تفقده بسهوله يعني هاي شيء كارثي أنا أقول أستاذ كابتن الليث أقول شنو الهدف هدف الإدارة اليوم من تغيير الجهاز الفني شنو الهدف شوف هو يعني مرات مو بس يعني مرات أنت مجبر أنه تغير يعني اللي حدث بالزوراء أعتقد أنه كابتن أيوب أديشو شاف أمور كثيرة ما عجبته وطلع ولهذا السبب وأعتقد واحدة من الأسباب هي المال يعني اللاعبين يجون يعني انت مدرب استاذ احمد مدرب وحتى غيث واني اللاعب ما يروح على الاداره يقول لهم انا اريد راتب يجي على المدرب يقول اخوي انت جبتني انت جبتني اريد فلوسي منك زين هذا المدرب من يروح يتكلم ويا الاداره يعني ما ينزل راسه ما يقدر ماكو حلولي ماكو لان يقول له احنا ما عندنا شو تريد تسوي فوصلت مواصيل ويعني الله يستر لانه اكو اخبار انه حتى كابتن حكيم ما يطول اعتقد هسه شوف هسه كابتن حكيم 10 مباريات للفريق الزوراء الاخبار مين وصلته؟ والله يعني من؟ من جهينه اهل مكه ادرى من شعبه
لا مهم مسيرة كابتن حكيم يعني شوف يعني إذا بدأ خط بياني فاز على أول مباراة على الوصل خمسة وبعدين تعادل أول تعادل ويا دوباهن وفاز وبعدين أغلب المباريات يعني ثلاثة أربع خسارات. الناس تنسى المسببات تذكر فقط النتائج. النتائج يعني. إحنا وصلنا للختام ومسك الختام أحمر. ليفربولي ايه يعني تعود ليش ترى البرشلونه ما احمر يا اخوي يعني درد لطف الدوله ترى شكرا جزيلا لحضورك كابتن شكرا جزيلا رمضان كريم عجبني ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن غيت لحضورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا الحمد لله على سلامتك ومنور العراقيه مره ثانيه يسلمك رمضان كريم عليكم علينا وعليكم علينا اجمعين وشكرا لكل من ساهم في نجاح هذه الحلقه نلتقيكم في حلقات مقبله من برنامج المقصوره إلى اللقاء.